السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر هاي ركن تي برموي كجي ركن تي جون كراي كي يينغ ترو جي نو سمنان لأو نن سمنان أكار أربع يينغ له مراتب أربع درجات أربع هاي في مين لمدق بون المرتبة الأولى العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء لا يخفى عليه شيء تي موي كي يينغ إلمو كي يينغ ترو دنغ تا الله سبحانه وتعالى كي دنغ تنغ أوه من آج أوي دال آج لأبان أمبي الله تعالى بان لاي الثاني الكتابة أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء مكتوب تي بي يينغ ترو جي أبد بقات ها الله تعالى بان سسي هاي الله تعالى سسي تنغ أوه من آج روج بوت أمبي كا سسي نو لاي الثالث المشيئة لا يمكن أن يقع في هذا الكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى تي باي كي آج موتا مشيئة رول بكا تنق أهني من آج كاد مين لان كراو بي بمنا ربو أرطلا لاي الرابع الخلق فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة كالإنسان تي بون بيا الخلق الخلق يعني مخلوق أنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوقة يين ទាំង អស់ គ្នា គឺ ជា مخلوق ហើយ ទង្វើ របស់ យើង ក៏ ជា مخلوق ដែរ ماذا أصنع ចឹង យើង ត្រូវ ធ្វើ ម៉េច أؤمن بهذه المراتب الأربعة យើង ត្រូវ ជឿ នៅ ទាំង 4 ប្រភេទ រំដាប់ ទាំង នេះ أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى យើង ត្រូវ أحسن الظن نعم بأن الله اختارني بأن أكون من أهل الجنة لست من أهل النار هذا حسن الظن في الله سبحانه وتعالى យើង ត្រូវ តាំង ចិត្ត ថា يين ظن لا تو جبو الله سبحانه وتعالى ومع هذا اعمل بعمل اهل الجنه الصلاه الصيام الزكاه التقوى تي موي نين يين خم برنگ برنگ ធ្វើ عمل عمل ដល់ صلاه ដូចជា سمباح يانغ بو زكات ولا نعمل بعمل اهل النار هاي يين كم ធ្វើឬគំប្រព្រឹត្តនៅរាល់ទង្វើដែលពពួកអាលីនរកាធ្វើ ادعو الله بان يجعلني من اهل الجنه ولا يجعلني من اهل النار هاي يين សុំអំពី الله سبحانه وتعالى ឲ្យយើងខ្លាយជាអាលីសុរកាកុំឲ្យយើងខ្លាយជាអាលីនរកា